قلم إدوكيشن بلاتفورم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرعي هو عبد القادر يوسف عثمان. وحن نجد أنا إن شاء الله إنه صوت أحمرين إن قلم إدوكيشن بلاتفورم مادة تربية ده. وحن نوب بلعبنا إيسا دوكسيقة سراء فوم 2، وحن صوت أميني فوم 1. وحن هذا إسلاب بلعبنا مركز سنة عصوب إيوه فوم 2 مادة تربية ده. سيدي أن فوم 1 كيسو لغي سنة وقفة إيدي سنة رمنا هادنا كنا إنا نوقفة إيدي سنة إن شاء الله. وقتك أكوابان أوجيد وحن قلينا درسي أوه الرأي الدرس الأول قصة صاحب الجنتين. درسي ما قصة قرآن كتالة قرآن سورة كهف مركا قصة داس أيا درسي كساب سيهي وأن الله ولا على أهم من إلهي نمعدي سكو شكري من نمعدي وكو شكرين واي كي إلهي نمعدي سكو شكرين واي بالغش يكينا يا يسدو كبري يميشي كدبيسي. أهداف الدرسي درسي كان أهداف تلقليه مركا وامحي أهداف الدرس كان لقى ليه وحوى يتوقع من الطالب أرضي وحلقة في ليا بعد الانتهاء من الدرس. درسي كان مركو لما يكذب أرمها سو صعدة أكو تلاوة الآيات الكريمة تلاوة مجودة أيضاً عن سورة الكهف عن قاضنا إنه آخرين كرسي تجويد هو ونكسن لابو تفسير بعض معاني إنه فسير كرقار كم إذا معنا ياشه الآيات الكريمة أيضاً هاس ونكسن يا قرآن كا صدح تلخيص إنه سوكو بكرسي كوبن وشي كره قصة صاحب الجنتين قصة ده نينكي لبض بيروت لها. أفر تحليل بعض مواقف القصة إنه قصة مين كره فلانقين يقاضى ديجد تحليل وفلانقيت أما قاضى ديجد بعض مواقف القصة قصة داس موقف يدا كجرة كوض ونكسن يكوض حنبا إنه فلانقين كره شن مقارنة إنه مركع إسبربر ديجي كره بين شاكر النعمة وحقول له حيقفك النعمة إلهي كشكرية نعمة بين شاكر لنعمة ربي وحقول له حيقفك أشكرية النعمة ربي يزك كشكرية يو الجاهد لها قفك ككفرية كما ضح ضيقة لح لبضع إنه صبر ليه كره سيدي أكل في عينهين لح استنتاج إنه لصو بحكره دلالات بعض الآيات وحقيك تسيعا ودليل آيضها قاركوت تضبع تسميع الآيات تسميعا جيدا انو آيضها سيوان اكسن ومقاشين كرو دادك نص الآيات مركا آيضه وقصدك الشيكين اي وكواس كب لابنا آيضا صدن اللبات الى آيضا افرتني افراد سورة الكهف اي كب لابنا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا مركا شيخ قارئه أخرنا يئنا تشيطته وهي أتكلم جيسته إلى آيات قدام بيسه هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وحير خير عقبا وقتها إنه كوبين أوجد آياتها سو آخري معاني المفردات والتراكيب معناها إريده كجر آياتها آياتها وحا كجر إريق الجنتين آياتها وحلو لجي ذا بستانين لبا بيروت وحا كجر وحففناهما وحانكو هريريني وأحضناهما وحانكو هريريني لبضة بيروت كا آتت أكلها وحي لئي مانيسي وحي كجري لقعناي أي أعضت ثمارها وحي سينيسي ضد كاميري هذا وهو ما يؤكل وانا وحل عناي ولم تظلم منه شيئا وحبا ما يكن نقصها من جرين وسيدي لحربي يسوي بحيسي ولم تنقص منه شيئا تنقص منه شيئا وحن نقصها ما يمن جرين ويسوي بحيسي بل أتت به كاملا وحي لئي مانيسي مريه ورميسترا ووافيا أو واسعه راجحة وأعز نفرا عشيرة ورهضا نفر وحلو لجي ذا قرابه يا جماعة رهضنا وجماعة لبدأ أن مدك جماعة بضن أيضا أركي دون تابي أما أنا أكثر منك مالا بهذا وأعز نفرا أنا كان مال بضن كان طل بضن أساس خيرا منها منقلبا خيرا مدي ونكسن منها منقلبا ماشي كنت بيسا مرجعا منقلب وحلو فسري مرجعا في الآخرة وذلك دونتا لبدينا مدي آخره وناقي سهره حسبانا عذابا وحلو صدري بيرتيسي حسبان مركا حسبان وحلو لجي ذا عذاب غورا
إلهي إنه بيه هذا كدق غورا أما حن كدق إن بيه هذه مد أو رولك الجلي أي غائرا في أعماق الأرض كو جذها أجلي رولك جذهيس أعماق وسلك يستحيل الوصول إليه أي معقول بأهين إلا الجاره مستحيل أيتها ووحيد بثمره حامره أي أمر كان لهلاك أي هلكت ثماره مره سيا هلاك سمي فلم يبقى منها شيء وحبك محرم حلول جذا مركع أحاط الهلاك ثماره هلاك جيبا هريري مره سيونا مركي دنبا العقابة وبيرتي لقبا بي الولاية وحليرا الملك والسلطان الحق هنالك الولاية لله وعيد ودبس أو ود إيو بقرتي مرد حق أو حسكلا لله تعالى نشاط وح أي سمينا يعني أرضي ده وردت في سورة الكهف سورة الكهف وحكسو عروري أربع قصص قصوين أفرأة ورائعة جدا آذي آذ أوناكسن فما هي قصوين كاسمحي أحايين هو سأفرتي قصو مركا قصة أصحاب الكهف أعنفلي يعني وهو الرئيسو وقصة أصحاب الكهف كذب من قصة نبي موسى أخذ الرحمرتي كذب من قصة أصحاب الجنتين هذا نوع حكو جري قصة ذي القرنين وأفرتاس نجلس مع المجموعة وحان لفري سنة إنا كوح ونستخرج القصص وحان لسوا بحينا قصوينك التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إلهي وشيغي في هذه سورة سورة دان ونلخص وحان سوكو بينا قارهان قصة صاحب الجنتين قصة ننكي لبضا بيرود إلهي سي أيان سي قارو سوكو بينا مركا تا إذن كان اللي ذكرها مركا بل سورة دي فيري قصص كاس فيري كدي من التنسي قارو سوكو التمهيد هر لعي درسي في القرآن الكريم قرآن كوحات كهليسا لحديثة قصص واقعية قصوين واقعية هو واحد جراء لها تأثير بالغ في النفوس سامين حوق لأحيال إركوله ضدك النفطوض وفيها العبر العظيمة قصوين كوحاكو جراء واحد لقع برقعة تواوين والقصد من وراء وجدد اللي قيل ليها وكدن بيسا إيرادها إن قصوين كاللوسو أروري اللقشة يقوه قرآن كه وحاوية تثبيت قلب المؤمن إن لصوغو أولا ديهرقلي قلبك قفك مؤمن كأه وتقويته إن لتقويته إن لحجيه صلته وعلاقته بالله وتقوية صلته وعلاقته بالله إن لحجي حريرك ولليه إلهي والنزع الكفر وخبثه إن لقبحي قال لماذا يحمان تيضة من قلوب العباد قلوب تأضم قصة كستو لقاق الشيكين وجدد لقليه وعنتاس إنه قلبك مؤمن كأحب وكحو قيستو قال لدنا إيه كسو الله بتان وحيكو جيران وتتحدث هذه القصة مركا قصة عن قادنا إنه هذا درسي إنه وحيكا شيكين إيسا عن رجلين لبنين أحدهما مؤمن متكود ومؤمن والآخر كافر كان كالنا وقال أعضى الله عز وجل إلهي وين يقول إيسا وحوسي لكل منهما متكستو إيقا كمده مالا كثيرا مال فربضا فشكر المؤمن كي مؤمن كأهابا كشكريي على هذه النعمة نعم عضاس إلهي السيي وأنفق أمواله مالك سين وحكو بحيي في مرضات الله تعالى وحي إلهي أكرها اللي قلناي ولم يبخل من أوسن بخيل بينما كفر الآخر مركا أكو قالوا بي كي كالي بنعمة الله إلهي نعم عديسي ولم ينفق ماله مالك سين أوسن كبحن في مرضات الله إلهي رالي هنشيس وحاول وحسكده مركة المؤمن كي إلهي رميه كشكريه مرارا وتكرارا مرر بضن إيو سوء العلم بضن أن ينصح الكافر كي قال كهين ونصيحي وإلهي كشكري ورها إلوبين ويده ولكن الكافر لكن نصيب در كي قال كأها لم ينتفع بالنصيحة موكو انتفاعين وكمفا إذي سنين واندي وجيدي كي مسلم كأها بل ازداد اسكبر دافي وحوصي كرسدي شوح وحاكر لي شوحه بخيل نمديسة إيه وبخله هو لبدا إيري واسكو ميد شوحي قاسي حالير وكبره وغروره إيه كبر كي سئي إيه محوها هاي إسلويني ديسة غرور وحواي إيه بركا اسمها هذه اسمها هذه انتيسة وكانت النتيجة بركا النتيجة دي وحي كدن بيسي مركو إلهي كشكرين واي أن دمر الله إن إلهي أبابئي وبربري عز وجل الله قول يستئي وين جميع ماله ninkii gaalka ahaa maalkiisii beertiisii oo dhan wanadim alkaafiru uu ka shallaayay gaalkii calaa daalika arrinkaas wa asbaxa wuxuu ahaaday yatamannaa midkii jeclaan lahaayo tamaniya low kaana anfaqa maalahu hadduu maalkiisa bixin lahaa fii mardaati illaahi wax ilaahay uu raalli ka yahay uu ku bixin lahaa oo watawaadaca uusan kibri lahayn oo hoos isu dhigi lahaa
وقرن لها تبرتيسة منذ البداية بلا وقيبة مركا وا ملخص قصة دا وا قصة دا يولا كوري واساس لابنين واساس وي لأن إلهي كشكرين إلا إلهي كفري مالكو دي مركا كي إلهي كفري لغا بابي مركا كان واني واني دي 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 وحنك قادر هذه إلهي مالكو سيو إن هذا نكو كبرين تفسير الآيات آية دي هلا فسيري يا مركا واكن آية دان أخرنا إنا تفسير كيد وكوهوز قرن يهي مركا وضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وضرب لهم حد وحد ويا شاه وضرب وضرب ويا أيها الرسول رسوله لكفار قومك تدك على قالد أه قالد وضو حد ويا شاه مثلا تسعلي تسعلها سواء رجلين لبن أو من الأمم السابقة أم ذي وركم ذا أحدهما مؤمن لوضع أن المتكود مؤمن بوأها والآخر كافر كان كلنا قال بوأها وقد جعلنا للكافر قال كوحان ويالني جنتين من عناب لبب يرود عنب جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وكاس وأحدناهما وحنكو هريريني أو لبضع بيرود هريره هذا كسفا بنخل كثير تيميرات بضنبا ساء وقصو هريريسا وأنبتنا وصدهما زرعا جيت ميريت كاسو هريريسن لحدي سنة وحنكو حان وقصو صارني وحو وقصو بحو مراء مختلفة نافعة كالدون ونفع له وإنه لمنظر بهيج وموقال آد قرح بضن يصوره القرآن أروع التصوير وقرآن كو صوير أيوه صور كي وقرح بضن منظر الحديقتين المثمرتين موقال لبا بيرود ومراد علي بأنواع الكرم نوعية كالدوان وعنبة المحفوفتين حدنا الوهريري بأشجار النخيل قيدتي مرانا وابسو إيهين تتوسطهما قيده كهريريسنا يعنبكي وحادنا لحد وقسي جرة الزروع ميركل الدوين يا أبور وتنفجر بينهما الأنهار الله بي أنا وأحس على أسوي راض وروح بدموي قال المفسرون مفسرين تحير هذين الرجلان المذكوران في الآية لابد أنني الوش يجي آيده هما أخوان من بني إسرائيل ولا بدنا ولا له ورير بني إسرائيل أها أحدهما مؤمن والآخر كافر لابد هذا من إلهي ورميسنا من وديدنا ورث مالا حيكدح لين مال عن أبيهما أبهد فاشترى الكافر بماله قال كي وحمال كيسي كوغتي حديقتين لبا بيرودا واوين وأنفق المؤمن ماله مؤمن كي أهان مال كيسي وحكو بحيي في مرضات الله إلهي وحرالي كيهي حتى نفذ ماله إلى مال كيسي وكرنا ماضيبا فعيره الكافر كي قال كهابا مركا ولالكي مسلم كهابا كعي بيهي بفقره فقر نمديس وحيروها كاس فقر يتسكركت حوله واسكباب بيس فأهلك الله مركز إلهي وحوها لاقي مال الكافر مالكي قالك أيو بابي وضرب هذا مثلا ساسون إلهي أوي إلي تصالع للمؤمن الذي يعمل بضاعة الله قفك مؤمن كإلهي ضاع عديس كو عمل فله أيو تصالع وقال لقي ويلكاس إلهي مالكي سأبحي درتي والكافر الذي أبضرته النعمة إيه قالك أي كبر سيسي إني معذو بولا بدو دي تصالح وسوقات وضرب لهم مثل الرجلين وأكواس مرك آيدين أنا خلنا غيبت هذا لبعض كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وقد أثمرت كل واحدة من الحديقتين ساسو معنى هذا كلتا الجنتين آتت أكلها وقد أثمرت ويمر الأليسي كل واحدة من الحديقتين متكستو لبدي بيروت كمذا ثمرها مره هذه بيسور الشيء ولم تنقص منه شيئا ولم تظلم منه شيئا بلغو فسره وحم نقصانه أو وحي الله مجرؤ بسبب وحي أسوال الشيء وشققنا بينهما نهرا وحنك دح جيحني وبيهو دح سعضة ولسقيهما بسهولة ويسر سمرك عن بيه ميلف ولوغر هذيني سفض الله ورابيه وفجرنا خلالهما نهرا ويتفسيرك ويهي وكان له ثمر مري الهايين فقال لصاحبه وهو يحاوره مركز ونينك اسكالها بيرت صاحب كيسي قال اسكال الدوضة يحكيري أنا أكثر منك مالا أنا كاحو لبضن أديقة وأعز نفرا كان ضد شرف بضن أعز كا شرف بضن نفرا جماعة ذا إيو تاقيري عش تيب وكوفة سريا وكان لصاحب الحديقتين ثمر نينك مركز لبضن بيرود له مراء وقبحاي وأموال أخرى إيمال الكلام أولها فقال لصاحبه المؤمن
ولالكي سي مؤمن كهابو كيري وهو يحاوره في الحديث يسقوا هذا الكولا دوديا والغرور يملأه يعني اسعجبنا يكب وحده انا اكثر منك مالا ورانا كان مال بدن اديقا واعز كان شرف بدن انصارا تاغيريالي واعوانا محوها هاي طل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بيرتيسي وقال يسقوا نفسي سدلمنيا قال وحيري ما أظن أملاين ماي أن تبيد إني بابا إيسو هذه تاني أبدا ولقد والله بيرتان سيدسي أبحضي إيوين كذي قرح ذي ذولي عبت ولقد ما بابا إيسو وما, وما, وما أظن ساعة قائمة من أملاين قيامه إني جرته قيامه إنه دعي أملاين ماي هديب العلا أدعه ولا يرددت إلى ربي هديب إيه دعضو إنتان إنتو آخر اللي قيام اللي صبحيه لا أجد لها لا أجدن خيرا وحنهلي دونه وحكوا ناكسن منها بيرتان منغلبا آخر مركان تقول لنا عايان ولعبت وفصي تفسير كواك المركة ودخل حديقته بيرتيسي وصوغ علي وهو ظالم لنفسه بالكفر يسقوا نفتي سدلمي وقال لم يكن دلمي محوب 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 قالوا بي بالبعث آخر إن سوى صار الدونه وشكه في قيام الساعة وشك قلي قيامه ساعة قيامها فأعجبته ثمارها وحاد وجعل هذا وعجب جلسي مره بيرتيس وقال مركز وحيري ما أعتقد أن تهلك هذه الحديقة ما من سنة إني بيرتان بابا يسمد الحياة أنت أنا لهي أما أنت أنا لش جرته وما أعتقد أن القيامة واقعة ما أملينا أيه ما من سنة قيامة بينو نعي وإن فرض وقوعها هديب الله ليس كسوق هذا إني دعوة لي رواب دعوة لي رهدو قيامه ودعيسا كما تزعم أيها المؤمن سيدات شيغيس ونكي كلو لدو ذي سيدات ذيك الشيغان يسا ضيب اللعظانة ورجعت إلى ربي وربي قال لي لأجدن عنده إلهي أكتي سبحان كهل دونا أفضل من هذه الحديقة بيرتا محكفي عن مرجعا حقا نقشري ومردا منغلبا تفسير كي ذيوه ماشا سنقول لابتي لكرامتي ما دام عنيق عن كرام الله يهي إيو منزلتي درجة عنده إلهي أكتيس وحان كو أقادين إلهي أكتيس كرامة كل الله يهي هدو مالسي marka fiiri waa fikrad khaldan adunyada in ilaahay maal iyo ilmo ku siiyay iyo mansab macnaheedu ma aha inuu ku jecel yahay wala isku imtixaanaa asagu wuxuu u maleeyay qofkii la jecel yahay in ilaahay wax siinayo qofkii ilaahay naxib yahay in adduunka waxba siinayn marka fiiri haddaan aakhira tago sida hadda ilaahay ii jeclaaday iyo aakhira wax siin doona waa fikir aad u khaldan weyn qaala lahu saaxibuhu walaalkiiba wuxuu ku yiri saaxiibkii wuxuu yahawiruhu isagoo marka la hadlaaya أكفرت بالذي خلقك ما واحد كقالوا بيسأله كأبوري من تراب أذن جرين عركة سو أبوري ثم من نطفة كذب كاد بيير عن لوف ثم سواك كذب كسمي رجلا أذن نقف واك قف وين كاد يعني أنت سمع مهم قف والبيون حسوسنا هذا واحد هذا تهي دب الله شلي مية جرتي مايا سو إلهي كما أبورنا عن لوف بيا كما أبورن شهو ها سو هو إذا حرم كذا كم جرين سو على وش هذا كم يجري سو هذا معلن رشة يجري سو هذا لو بري مرة هذا وينات حوجي على تو هاي لو بمرك يقول هاي ساس كوسو قري قال له صاحبه المؤمن صاحب كيس مؤمن كحوكيري وهو يحاوره سو الله هذا لايا واعدا له وعدنا يا سجى كيف تكفر بالله الذي خلقك سيدت وقالوا بيسأله كأبوري من تراب عيد ثم من نطفة هدنا عنوف الأبوين أبها يهوي ذا شهودو دي ثم سواك كدنا كسمي أو لما يستري بشرا معتد للقامة بني آذن جوجيسو لما يستري هي والخلق يا بورسيسو وفي هذه المحاورة وذا هذا الكاتحمر يلا بضع نن وحكجر الدليل دليل على أن القادر على ابتداء الخلق عليه أبو رئنو عليه أبو رئنو أبو رتان كبلابه قادر على إعادته إنه أبو رئنو سوء الانكر ومعنى كانوا يقولوا له هدو إلهي مركي هركو أبو رعضو وحبئي هين وحب الله معها مركي عندما تأينو كسوع ليه والاستفهام للتوبيخ سؤال آيد كجرتنا وسؤال أولي لهذا سؤال قفك مركي دو يدينيسو آد كسكوة بكسكوة ما ينسو حريرا التوبيخ توبيخ وحوق قفك إناد حيوان نميديس آد شيغيسو ورم إلهي بات كقالو ذيكو أبو ري اللي بيع مركي لهذا يجي جواب معها وحوات كو إيدينيسا وايهي والخلق من تراب إن قفك عيد لغا أبو رينا حلو لجي ذا باعتبار الأصلي أصل كيني وهو آدم إيه ما هنا دتك هاد العيد لقى ما أبوره هاد مريبا لقى أبوره لكن حلو لجي ذا أصل كيبو إلهي وحكى أبوري إيه تراب لكنه والله ربي ولا أشرك بربي
أحدا وحير لكن أنا إلهي بربي جيجا ربي جيجا عندنا وحلا وذا جن ماي لكن أنا لا أقول أنا أقول ليه ما يبويري بمقالتك الدالة هذا الكعكة تسيء على كفرك أدي قال لي ماذا أنا أقول إلهي وقون سنة يقول لك إيمو منك وإنما أقول أنا أقول حان ليه المنعم المتفضل الله هدتك أني معايا إيكو قال ديستا هو الله ربي وإلهي ربي جيجا وحده كليس والإشراك في عبادتي ولا أشرك منا وذا جني إلهي في عبادتي له عبادة إلهي أسمين أيه أحدا غيره عدنا لو ذا جن معي ومهم عبادة أسمين يسو ربك لي ولولا إذ دخلت ولو عدي يجيب وضع مؤمن كيبا وعدنا يكي كلا ولولا إذ دخلت مركا قشا بيرت هذا هدي عد جنة تكا بيرت هذا مركا قشا هداد قلت له لهذا ما شاء الله إلهي بأوحان إيد دوني لا قوة إلا بالله أود مجرت إلهي مياني هذا تسأله لهيد وكوفي أنا لهيد بير إن تراني هذا دي أركته أنا أنو أقل منك مالا وولدا إن كان مال عرور يرهي فعسى ربي إلهي وحو أوذا أن يؤتيني إن أسيه خيرا من جنتك وحبيرت هذا كفيعا ويرسل عليها بيرت هذا وأصدره حسبانا عذاب من السماء عرك أصدره بو إلهي أوذا هذا دي وفانيسه أو فتصبح أي نقطة سعيدا بنان زلقا جوانا سلق وماشي لوسم بالرحوة رأينا نقطة بنان لوسم بالرحنا إذا واحد جوانك وحكمة بحان موته بيرت هذا نهدى في عني على سنتا هي وناك سنة وحول بكب بحين إلى يوحى وإذا أنتم هلاك وصدروا بنان وكده جو ما البنان أولي بهذا نسيب سيب هو لوسم بالرحنا أو يصبح ماؤها غورا أما إنه إلهي كده بيه هذا كورلك الجلي غور وحولك الجلي فلن تستطيع له ظلما أد أود ويد مركي إن أدري هذا أنت لولك كعجلان وبيها أي قران أد ويد مركا ولكن تفسيرك إن هذا صيف فسرني لكن بوجا هذا نفسيره وهلا محا حين دخلت حديقتك مركات بيرت هذا قش هدي مركات بيرت هذا قشو وفعجبتك أيك عجب جلسو محاد حمدت الله إلهي وما هذه ويدي وقلت له ويسي هذا ما شاء الله لي وحان ووح إلهي إيدوني لا قوة لي أود أن أقوم لهين على تحصيله إن أنصح حصيله إلا بالله إلهي أودي سموه إن كنت تراني ورنيه هذا نجى يأركته أقل منك مالا إن أن يراه حق مالك وأولادني حق إلمها فعسى ربي إلهي وحمديها أن يعطيني أفضل من حديقتك إنه إلهي إسي بيرت هذا وحكفي عن ويسلبك النعمة أذيقنا النعمة وكاق هذا بكفرك قال لماذا أتكو قالوا ذي درته ويرسل على حديقتك بيرت هذا وأصدره عذابا من السماء إرك وعذاب وصدر وفتصبح أي نقطة أرضا ملساء لول سبسبة جرداء وحيرا حبا أنا يكبحين جرداء وحرير وحا أنا وحبا لهين لا تنبت عليها لا تثبت أنا كسك ننكر عليها كركي قدم عكت وعكت بهضات صارت عد قسم بري الحنيس ولا ينبت فيها النبات النبات ما أنا كبحين بو إلهي كدقي كرابير تاب أو يصير ماؤها أما إلهي بيه ذو حكاية الذي تسقى منه لغو رابي هدى غائرا كوقوسي في الأرض دولك بيه دولك قلي إبر أقول لغوهي فلا تقدر على إخراجه مركزنا آذن أوذين إنا تصبح سورك حليه إنيو هاي فان وحان الله كسيي وركا قاذي كراي وحان صحيح سيدي 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 بعد عدي مركي إلهي وكا قاذي ووحيد بثمره إلهي ما مريه بيرتا كبحي هلاكو هريري فأصبح يقلب كفيه قال كي وحوب بلعب إنه قعبها سائرة صيابا على ما أنفق فيها حوله وكبحي سوك مالك كقلي سوك شليسا وهي خاوية يدنا يتهمد لعضي على عروشها سانقاف كيدي كل عضي الشيء مركو سحن أبربرالي إلى خاوية على عروشها إلي نقولك سقف كي سواكا هدو سقف كسوالع دربيون ونكرك وقرد عان نقولك سر جمله بيرتي أسكد الله عضي ويمرك ويقول سوى لها قال كي يا ليتني إن شاء الله يتدي ذي لم أشرك مشرك يالي لهينا بربي أحدا ربي جيغا تفسيرك عن فيرنا بوغا مركة وتحقق مركة وحاد نبوبي ما قاله المؤمن بحي مؤمن كلها إلهي وكا قادي كرادتك شكرا ويد ووقع الدمار بالحديقة بربر كيبا بيرتك ودعي فهلك كل ما فيها وحالا وحي بيرتك يا لواهلك سمين فصار الكافر قالك وحن نغضي يقلبك فيه قعماه ينسكو قراعه صاير أهدو حسرة وندامة بابه وانا غنا هنا موقته اسوش الله يسن ابر و خويغه بابه على ما انفق فيها حوله كغبحي وهي خاويه يده سو دقديو قد سقط بعضها على بعض بيرتي جيدهيد اسكو دلعين اسكو هلاك سمين
قاركود قارك كلو يقول أصلا أوليه يا ليتني عرفت نعم الله إن شاء الله يتذي ذي محن مع إلهي وأقون سنواي إيه وقدرته أودي سوء فلا مشرك به أحدا أنا عدنا لو ذا جنهين وهذا ندم منه أرنت أصلا وإن شاء الله يتقالك كتمي حين لا ينفعه الندم مراني إن شاء الله يتذو حبتري ها هي ولم تكن له فئة ينصرونه ولم تكن أمسقناني له إسقى فئة ينصرونه كوح وقرقارية من دون الله إلهي سكدي وما كان منتصرا أصلا ما قرقار سنكرا أود ماله إذو قرقارتين من جرت ولم تكن له جماعة جماعة ما هي سنين ممن افتخر بهم وكفاناي بمعونه بمعونه كواس وكعلية من عقاب الله عقابتي إلهي النادي وكيلها موقت وأعز نفرا وكا جماعة بضنه وكا تاقريال بضنه إلهي علي تاقريال والدفاع مجر وبيرتي سكد دفاع عذابك وما كان ممتنعا بنفسه اصلا ما اهين كعلين كرا نفتيسة يو قوتي اودي سبت بيرتس كدفاع عنكرا الهي عدك عدي عني سمي لهوي هنالك الولاية لله هل كاسا اودي الهي اسكنات الحق حق ذا اهيد هو الهي خير ثوابا استقع خير بضن حق ابا المرنته وخير عقبا ماشي الله ودن بينا يقفكم ماشي وقينا يني وناجين استقع خير بضن مركات الهي كحر ناطو يا ميل في عن التقيسة في مثل هذه الشدائد بإلهي ليه وحيابها لبك بضان وكله أيا تكون الولاية ونصرة لله أود يقرقارك الله إسكالي الحق عليه حق لها هو الله تعالى خير إلهي إسكا خير بضان من يثيب عدو أبار مرنايو وخير إسكا أبار خير بضان من يعقب أي يجزي بخير ها إسكا إلهي خير بضان من يعقب قفك أمحوها إلهي كدن بينه أبار مرنايو أي يجزي بخير خير بوكو أبا المرنية مركو حلو لجي ذا حتى قفك قالك إن العقابة خير قفك إلهي مثلا قفك قف دين إن لدلو خير كي كم يدها دان سالة ييرين مركو إلهي سبحانه وتعالى هديو وحي عقابة ينا عقاب عدالة دو خير وسمية هدو وح محوها وح وناجين ينا وناك بو سمية مركو حلو لجي ذا إلهي سبحانه وتعالى إساقا خير بدن حق ثوابك وبحين أيوه إساقا خير بدن وحا ودن بيسين خير عقبا واساس عليه ما ترشد اليه الايات مركه آيدها مخان كقادن هدان اسك سو كوبنو آيدها مخان كقادن كو استحسان اني في عنته ضرب الامثال انتو سالوين لسو قاتو او لييلو للوصول سي لو غارو بالمعاني الخفيه معنا ياش قرصون الى الاذهان سي ددك مسخخدودو وخي قرصون لو سو بخي انتو سال لسو قاتو مركه قرانكو خو سو قاتو سال لبا قفو الهي وحسيي من نوع حيث إلهي كعابدي من نوع إلهي كقالوبي ينتيجة دي إيكو كلا الدنبية سيأناك حد أناك ونوال أناكنا أنا لبضا وكلا الدور نوع إلهي نسيه مكون كانكو شكريا وأكانا مسيه كانكو كفري أناك نوسو عطا لبو على المؤمن قفك مؤمن كأوحالة غرهبا الله يستكين إنونا اسم سكين ننقو أمام عزة الغني الكافر مركو هرجوغ ننقو قالوه غني له إنونا اسم سكين ننقو والغا في عين هزلهن وعليه سيدا درته دو حالة غربا نصحه وإرشاده إنو قال كا أنصحي أو كتوسيو إلى الإيمان بالله ما لكسو قال كليا أنه فقير كستاتي هذا كفيع هاي سلا يراني مركا داركتي وحوشيك والإغرار بمحادانيته إلهي إنو قروا وكري نمديس أشيك وشكر نعمه إلهي نمعديس إنو كشكري أشيك وفضو أفضاله عليه إيا فضائش وإلهي وسيه نقاس وإن مركا قال أركتو حيسته أساق وحوشيك وحور سنمه صدح ينبغي لكل من أعجبه وحاها بانقف كستو وعجب قليوه شيء من ماله وولده وح مالك هذا أولاد هذا دي كافر حيانو أركتوك أجعلاته وحافيا عن أن يضيف النعمة نمعلا سينا أتيرسه إلى موليها عليه كسيي ومزديها عليه بحيي بأن يقول إنو إلى هذا ما شاء الله الله يا ما شوح إلهي الدونة يا دعي لا قوة إلا أنا شغيستي أنا أود له وحا ما كشغيي وحريف تمي ضد هاي الأركيسة وهلي مية أفر إذا أراد الله بعبد خيرا إلى دو أضون خير لضونه عجل له العقوبة في الدنيا الدنيا ذو عقاب سود الدجية وسيد هذا نيكا كل عضي شن مية إذا أراد الله بعبد بعبد خيرا عجل له حلو لجي ذا قفك إلهي وخير لضونه الدنيا لو يردبا هذا نيكا في رمال كيسيبا كرمال دا عضو كرمال نمبر ليح جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله بسبب إن بنانته إن لها باره
بتلف مال من كان ماله إنه بابا مال قفك مال كيس ويهي سبب ضغيانه وكفره سببته قال لماذا يكنت يكبر لح مركب بنات إن العاي قفك مال كيس وكفري ولا هباري كرا لح التنديد بالكبر والغرور عمبارين بكوجر درسي العمباري كبر كيسلوين ده حيث يقضيان بصاحبهما قفك لبضع كل عوحي كردان إلى الشرك والكفر قال نمو تغرير عقيدة التوحيد والبعث والجزاء إن توحيدك إيسو صاردي أو المرنت يا ماشي على بقري وإن توحيدك صحيح مركز درسي إن ده سوكي إجيهي وحنقلينا تقويم كيسي نجيب عن الأسئلة الآتية وحنك جوابي إن سؤالها سوى صعودة بماذا أهلك الله جنة الرجل الجاحد إلهي بحكوها لاقي جنة دي إنكي مضح أذكاء عذاب لابو وعرك الله سوى دري معناه لابا أذكر ثلاثا من إدعاءات صاحب الجنتين الشيخ صدح الشيء أو وحو الشيخنا يكدو ذايا صدح أذكر ثلاثا من نصائح رجل الفقير صدح وانو وننك فقيرك أكوان يشيخ لأخيه الغني ولا الكيسي مالك لها أفر لماذا ضرب الله لنا مثلا محو إلهي تسالا نوغو سوق عطي في هذه القصة قصدا سببر لك با نختار الإجابة الصحيحة وحندورنا هنا جواب تصحيحة كانت طريقة استثمار الصاحب وحيه وضد وكم مال قشدي صاحب الجنتين نكي لبدا بيعرض لها بماله مال كيسة أنه أسوي ألف عمل مصنع كبير ورشد وين بوسمي مال كيسة كسمي با استثمرها بتجارة قنعسي بكم مال قلي جيم أنفقها في ضاعة الله ضاعة الله بكبحي دال استثمرها في الأرض والزراعة بيرو كالاكتتاز دال كعمل كصح بيرو سميست دال كتقوابين قليسة لابو من نصائح رجل المسلم لأخيه الكافر نصيحوينك وننك مسلمك أجي ذي قالك وحاكم ذها ألف أن يعمل بتجارة بدل الزراعة ونوحي لقناع سئات وبيرها اسكبت با أن يشكر الله على هذه النعم وحوكلت لي إنه إلهي النمعوين كيسكو شكريو جيم أن يتزوج كي يولد له أولاد وحوكلت لي إنه قرسدس إلما الله قلنا له ذال أن يفتخر بماله وأولاده وحكولته لي إنه كف على ماركيسي إنه كف عنه يا أولادي س بعضها مركز صحة وحكولته لي قفك مؤمنك قالك إنه إلهي اللي معديسك وشكري وبعضها نشاط في سورة كهف وحكجر أربع قصص وثان سوى الشيقني ذكرها الله لنا إلهي ونو الشيقي لنستفيد منها العبر والدروس سي أنقصوين كعبروين يدروس وكقاذن وقصة صاحب الجنتين قصة مركز ننك لبضب بيراد لهانا هي واحدة من هذه القصص وحمد كم إذا قصوين كأفرت إيه سورة كهف كجرة المطلوب منا وحنا لقرنا أمرك هدا أن نكتب في دفترنا أرضيها دعنا هنا نكقر نبوغينا ملخصا وحكوبا عن القصص الأخرى أفر صدح هذا قصوة كلا وكوكوبا ما لا يقل عن خمسة أسطر لكل قصة قصة والبعنة وشن صدر عن كيرينين أفرت قصة كلا خضر إيو موسى إيو ذو القرنين إيو معها قصص أصحاب كهف مدل بشان صدر كسو قرأ هل كاس مركز درسي يعني وإك جودة هن درسي وحنك فائدني إن معاد إلهي كسيه كشكري ما له دو كسيه ما قعد دو كسيه أولاد دو كسيه إله إسيه إله ككبر هدات ككبرته الدنيا ده إن لقى باب يا دعكرته إلهي كون معاد كشكري هم قال ليكو والسلام على درسي كمركز هل مراجعين إن شاء الله دروس تكلنا أنت هن نجارين كوهر يا مركز سفيان وبرته كولنا وبرنيس إن شاء الله إلهي وحنك برينا سنة كان سيدو فهو ممكن نقول لما إن فهم توقنا النور نماضه وضبياء قديس إلهي نقارسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.